مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء الكبرى. السيد اللي امامنا هو حارس في هذا المكان، عملة ضرب السلطان الفيدا، كيتعرض للتهديد والضرب ولا خايف من احد السكان هنا. غادي نخليكم معاه باش يقربكم اكثر من شنو كيوقع له. السلام عليكم السيدي. واخا شنو المشكل اللي عندك؟ عندي مشكل مع واحد السيد سائل هنا بدرب السلطان الفيدا في الجهه الاخرى، هو سائل سقى 36 دار فقرات وخرج ليا وطلق ليا بلاصتي ما بغاش نحكيها له، والان تيهز عليا حديده وسيدي عند الناس تيقول لهم ما تخلصونيش انا وما تعطونيش راه حياتي رخصه وانا عندي رخصه وانا خدام على مي وبا. واخا شنو المشكل؟ شنو المشكل اللي بينك وبينه؟ علاش؟ هادشي علاش؟ شنو هو المشكل؟ المشكل ما بغاش يحضر لي البلاصه ديالو، هو سائل الزقه 36 وصادق التطور في شارع دمار وما بغاش يحضر لي البلاصه وصار تيهددني. باش كيهدك؟ عديده وتضربني وتسلقني وتقول لي والله انت حيت لي رخصه وتمشي عند الناس تقول لهم ما تخلصوش هاد السيد معدى عليا وانا با داير عملي على القلب ومريض بالسكر مقطوع عليه رجلي وشكرا. واخا وكيجي يضربك هنايا حدا الناس؟ تيجي يضربني هنا حدا الناس وضربني هنا وشدات الكاميرا ديال البنك السيار وشكرا. درتي به ديكلاراسيون؟ درت به شي ايه الاولى الوقت المالي والان دابا شي ايه الثانيه ها هي عندي. واخا الا كان كيشوفك هاد السيد شنو تبغي تقول ليه؟ كنقول ليه انا مسامح على اكثر من 3 ساعات وشكرا. واخا شنو كتطلب دابا؟ شنو المطلب ديالك؟ كنطلب من الناس يدخلوا يسامحونا بيناتنا، انا كنطلب من الناس يدخلوا يسامحونا دابا انت خايف على العمل ديالك هنايا ما بقيتيش خدام؟ واقف من الخدمه من نهار 2/1/2 وانا 14 سنه وانا هنايا. واخا دابا انت كتخدم، انت قلتي لي انت اللي كتخدم على عائلتك، امك مريضه باك حتى هو مريض. وانا اللي خدام على عائله ومتجوز. واخا دابا كتخاف من التشرد ان ما بقى حتى واحد خدام على عائلتك؟ هي تنخاف من التشرد لا التشرد لا انا لا عائلتي. وهاد السيد حشومة عليه الله يحرم من والديا وشكرا. واخا شنو تبغي تقول لي عبر منبر شوف تيفي؟ شنو تبغي تقول لهاد السيد؟ تنقول ليه الله يرحم لي والدي عطاني 9 ساعات انا مسامح له وخا تفرجتي عليه انا مسامح له خليني مدة عام وحنا بيناتنا وتنقول ليه انا سمعت ولا تعديت على انا سمح ليا ولا انا مسامح له انت وشكرا. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا اعطيني النمرة ديالك. 06 68 66 66 66 71 71 23 23. إذا الرقم ديالك هو 06 68 66 71 23. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كانت هذه القصة ديال هذا الحارس الليلي اللي كيتعرض للظلم والضرب، حارس النهار اللي كيتعرض للظلم والقهرة وكيضربوا أمام يعني أعين المارة، فهو باغي الصلح غير باش يخدم على والديه لأن ما عندهمش اللي يخدم عليهم. فكنطلبوا من الناس أنها يعني تدخل بيناتهم بالصلح، وهو باغي غير باش يخدم على والديه ما باغي حتى شي حاجة وحدة أخرى. شكرا لكم، شكرا على التتبع ديالكم. نتلاقاو دابا شوية في لايف جديد وموضوع آخر للنقاش. إلى اللقاء.